خلينا بقى نبدأ أخبارنا يا بنات كده عن الإشاعات. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يعني بيقول إن في أنباء بتقول أو إشاعات بتقول وقف استكمال باقي مراحل منظومة التأمين الصحي الشامل بسبب نقص المخصصات المالية، وأكد المركز على استمرار استكمال المراحل دي، ودي إشاعات كلها. منظومة التأمين الصحي الشامل هتكمل دون توقف. المركز كمان قال إنه تم استكمال المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة واللي شملت 6 محافظات، وهيتم البدء في محافظات المرحلة الثانية إن شاء الله للمنظومة مع بداية العام المالي الجديد. وكمان هيكون مستمر التطبيق المرحلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بالمحافظات ورا بعضهم على طول عشان تشمل التغطية الصحية الشاملة لكافة المحافظات. وكل دي إشاعات، وخلوا بالكم من الإشاعات. والخبر اليقين بيبقى هنا من عندنا من الستات، احنا قاعدين لهم مش كده يا إيمان؟ احنا قاعدين بالمرصاد، مفيش أي إشاعة، كل حاجة هنا احنا بنوضحها، وحتى الإشاعات بنوضحها. بس احنا معلش يعني بتمنى على الناس إنه بلاش كده، يعني إذا كان أنت بتشارك معلومة بحسن نية وبسوء نية، أنا مش شغلتي أفتش في النوايا، بس لازم تعرف إن ده بيعمل قلق وبلبلة في دماغ الناس التانية وبيعمل لهم مشاكل، وفي ناس بتبقى مرتبة حياتها على حاجة معينة. طب ليه نقلق الناس ونشغلهم معانا طالما إن إحنا نقدر نتأكد من المعلومة سواء من عندنا هنا الستات ما يعرفوش يكذبوا، لأن ده جزء من دورنا الإعلامي التوعوي ورسالتنا كبرنامج، أو من المواقع اللي هي المسؤولة عن ده بشكل مباشر. المسألة بقت سهلة. عارفة يعني المشكلة إيه؟ المشكلة إن كل يوم بنلاقي شائعة ملهاش أي لازمة وملهاش أي مكان من الصحة، يعني كل يوم بيخترعوا حاجة جديدة وكل يوم بيطلعوا بحاجة. عارفة عشان عشان يوم الجمعة كان في حدث كبير في مصر، يعني كتف في كتف وحاجات بتتوزع على الناس الأكثر احتياجا، فهم متجننين يعني. لو في مشكلة مالية مش هيحصل كده. لا، والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الصراحة على طول في شغل وعلى طول في مبادرات كبيرة ومتابعة ومبادرات مهمة، وأكد كمان إن حياة كريمة مستمرة في الـ3 مراحل، يعني مش هنتوقف عند المرحلة الأولى، لا احنا مكملين في استمرار في المشروعات، في إنجازات كتيرة، في تنمية. وكل ده مش مثلا بياخد خطوه وخلاص بقى تنتهي على كده، لا، في استمراريه ودي اهم حاجه. ده حقيقي، وكله بالتزامن مع بعضه وبالتوازي.